لكم الوالدين. ايش المشكل؟ المشكل كيف دابا؟ المشكل ملي تخاصمت انا وياه باقي مريح انا في الدار، ملي غنخرج باش غنهز الساك ديالي، باش غنهز الساك ديالي ونخرج، اش قلت ليه؟ قلت لي انا راني راجل ماشي غدار. قلت لي المهم انا غنعلمك. قلت لي نهار اللي تخاصمت انا وياك وكنهضر انا وياك وقلت ليك كنهضر انا وياك ونقصتي، قلت لي انا راني مشهور عليك. قلت لي شحال الكلمه اللي هضرتي معايا ملي تخاصمت وقلت لي راني مشهور عليك، راني مشهور عليك. قال لي هو قال لي راني مشهور عليك. انا اش قلت لي انا؟ قلت لي شحال هذيك الكلمه؟ قلت لي انا راه ماشي غدار، سمع اش غنقول لك. قلت لي غطلق الاعلان ديالك لعباد الله. كيفاش توقع عليك معايا؟ واش سرقت ليك؟ واش درت لك شي حاجه؟ طلق الاعلان ديالك. ولكن قلت لي انا راه غنطلق الاعلان ديالي للشعب، كيفاش توقع عليا معاك؟ ولكن قلت لي ملي غنطلق الاعلان، قلت لي المهم انا راه غنحيدك من الشاشه. وزيدون قلت لي انا ربا سميتو الحاج تونسي وميتها دهيبه البوداري، انا غنحيدك من الشاشه بالرجوله. وانت مول الحزقه باقي ما كملتش عليك، باقي متابعك، باقي الحزقه ما كملتش السؤال ديالها، باقي متابعك بالرجوله. شي وحدين شي باسلين شي عايقينك بحالو كيقول لك علي نسى الخير، علي نسى الخير، دخلوا للدار ديالو وكذا ودخلوا مع امه وكذا ونسى الخير، وخصو ما كانش عليه يقول هذا الكلام هذا. انا جاوب صرت جاوب يعني هاد الباسلين اللي كيقولوا هاد الكلام هذا بانك انت نكر الخير. واخا بلاتي شي قال لك اللي كينكر الخير عرفوا راه ولد الحرام. انا ماشي ولد الحرام. انا غنقول لكم واحد السؤال، شوفوا وجهي كيدير زين، شوف تبارك كان بان بحال شي كومبوت العسكر. كاينه كاينه علاش انا كون عندي التجنيد ديالي، كون عندي التجنيد ديالي، كون عندي التجنيد ديالي محمد السادس يريح. هبط هبط اصاحبي جيو تشيكيو تشيكيو بلا ما نهدر. ماشي انا كون ما كنت زين في وجهي وراجل قامت تلقاو هاد الناس دايرين واقفين معايا كاملين. صح 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 كلام صحيح عشقي. انا شهرني الله بلاك الخوف، انا شهرني الله في الدنيا واعطاني الله رزقي وضيعوني فيه بحال ضيعوني فيه. علاش عندنا حنا المنافقين كيقول لك في المثل بحالاش، وعندنا الديوتيين وعندنا لا حاصيل كابا بحالاش، لا بغى كيبغي يهضروا شي هضره ما كيهضروش مع داكشي مباشره، كي كيديروا الهضره اللي بغا يوصلوا الميساج شي واحد كيهضروا ليها في ودنو. ما تعطيش العلي كل 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 سي علان اسمعني يا صاحبي، جاوب هذاك اللي كينتقدوك قال لك انت نكر الخير يا صاحبي. راه حنا بقى سالينا من الهضره الخاويه. ما جاوبتش على هذه. راه جاوبنا قلنا لك اللي كينكر الخير ولد الحرام. صافي 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 صافي. اذا انت ماشي ولد الحرام. انا راه عسكر. عسكر ونص. انا ونص. كل راجل بده كان كيشرب. واخا كيمشي النص كيبقى. انا ما نكذبش عليكم. انا ما نكذبش عليكم، انا راجل. عرفتي علاش راجل انا؟ حيت كيطيب طوال. انا عرفتي علاش راجل؟ انا با عندي جوج عيالات. انا شي ما خصني نقولوا ولا كان جابت هاد الدروب الوقت. انا بعد جوج عيالات، بعد جوج عيالات، انا مطلق امي تقريبا دابا شي 46 عام وكثر باش مطلق امي. حنا اربعه رجال وثلاث دريات ما عليناش. المهم انا مني ولاتني امي وبا وعقلت بحال هاد العيل قد هذا ما عمرني عقلت على امي. انا كساتني ولا با كساني، كنكسي راسي وكنخدم عند الناس وكنكسي راسي. ما عمر ما نكتاتني لبا كساني. انا راجل عزازين عليا الرجال. انا والدي كاع قلت فيهم العيب. انا من نزلت من كرش امي ما عمر كتاتني لبا ولا امي. انا عشت يتيم وباقي يتيم وواخا يتيم. عندك الله عندي الله. ولكن انا كنت طماع ودبرت على راسي، ولكن قال لك الرجوله من طفوله. وين التليفون؟ بلال درنا لبلال. بلال العقاد واش راجل ولا ماشي راجل؟ بلال العقاد واش راجل؟ ودابا انتم خصكم تدخلوا راجل ولا ماشي راجل اصاحبي. شنو هو؟ دابا التليفون اللي كان شرا لي، هو دار فيه العيب ماشي راجل. التليفون اللي كان شرا لي راكم كنتوا شنو؟ كما كنقولوا لا حنا، كما كنقولوا لا حنا ولاد البلاد كنقولوا عضيم عضيم شاري ب 2400 كنقولوا حنا عضيم هذاك. حنا بحال التليفونات اللي ولاد البلاد اش كنقولوا لهم؟ يا كبار من هذا يا كذا. علاش كنقولوا حنا الدرقه؟ عرفتي شنو الدرقه؟ الدرقه هي اللي كدير الكرموس الهنديه.
كنقول زعما الدرقة هذا حنا ما علينا شيء. التليفون تفات رمضان تفات رمضان وخديته خديته ب 18000 ريال التليفون دابا الله يرحم لكم والدي التليفون اللي شرا ليا اي صغيور ديال 2400 حنا اش كنقولوا لولاد البلاد كنقولوا هذاك عظيم وبحال هذا اش كنقول كنقولوا ليه درقة بحال زعما كنقولوا ليه درقة هي هذيك الدرقة اللي كدير الهندية انا ولدي كنقولوا ليه الدرقة ما كنقولوا ليش تليفون ما عيناش هذا تفات رمضان وخديته لراسي خديته ب 18000 ريال علاش؟ التليفون اللي خديت من ديك الفلوس اللي كيعطيوني الرجال شكون هاد الرجال اللي كتعطينا هاد الفلوس؟ كيعطيوها ليا ولاد البلاد اللي والدها امو ووالدو با هما اللي كيدبروا عليا وكنجمع وخديت التليفون وهذوك اللي كيدبروا عليا دوك الرجال ولاد العيالات الله يرحم ليهم الوالدين الله يخلي ليهم الوالدين يلا صباح الله على السي علان صباح الله عليك الاخوان كلهم كيساندوا علان يلا صافي نعم نعم الله يحفظك شكرا شكرا يلا سي علال يلا طيب هايلا 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 علال راه عنده الحوايج ديالو اسبانيا قصري او اكبر قصري بالعالم الو السلام عليكم حنايا حنايا خاي بلال 5 دقائق انا معك خمسة دقائق انا معك يلا السلام عليكم شكرا شكرا وحنا تنحيي وعايبين الغي ها اش كتقول بيبا 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 عسى تفرجوا في الفيديوهات ديالك شكرا يلا تبارك الله اش من الحمامه الحمامه هذيك الله يا ودي نعامه الله يحفظك شكرا شكرا الله يجزيك شكرا ايوا هادشي اللي بغيتي يا صاحبي مرحبا هيا الرجوله رجولة بعلاج هاي الى الطمع فيك شوف عليه شوف مرحبا تبارك الله اخي علاج تبارك الله عليك علاج لوليداتو ارتاحوا ماما واحد السؤال الله يرحم لكم الوالدين واحد السؤال الله يرحم لكم الوالدين اكتشفوا معنا هاد بيدو كيما شفتوا دابا الشارات ديالو دابا الدراري الصغيرين مريحين حدا معانا وفرحانين وهادو خوتي وانا خوهم ولكن شتو هاد الدري دابا كيفاش كينقص كيفاش كيعمل كيفاش شتو هاد الدري كيفاش كينقص دابا كيعمل قدام الكاميرا علاش داك الدري اللي كان ضربته بحال هكا علاش وقالوا علال علاش ضرب لك الدري الصغير علاش زعما هذا راه بحال ما كان الجمهور معانا وما شرب عاد ولا 5 ولا 6 كيلو جاو قدامنا بحال ما قدام الكاميرا وكاين ولاو كينقضوا بحالك علاش اللي درت ليه بحال ماك علاش باش خاصني نرجلو يكون راجل باش خاصني يكون عسكري الا ما درت ليه شكا هو كيبقى ينقص قدامي ما يخرجش راجل يخرج نتوي هذه رساله للشعب المغربي يلا الاخوان تبارك الله عليكم وكنحييكم حنا يعني في السبيل ديال السي علال علال كنحبوه ولد الشعب اصاحبي وعطا عطا عطا اصاحبي والله تعطى وبيلا الطمع فيك خصو يبقى يصرف عليه مرحبا مرحبا هذا قال لك عليني الدري بغا يفرح يبان قدام الكاميرا قال لك عليني مرحبا دير القوة صح هاي هاي دير القوة هاي دير هاي الكاميرا شوية دير الدراري تا هما شي لا صاري تريني وتا هما السلام عليكم ورحمة الله بلاد دابا حنا طنجة السلام عليكم ورحمة الله رسالة للشعب المغربي ورسالة للمسؤولين كان طالب منكم انتم اللي كتقولوا راه حنا قارين وعندنا المدارس وعندنا هذه وهذه وهذه رساله لكم الفقراء المتشردين اللي كينعسوا مساكن في الزناقي كاين اللي عنده با كاين اللي ما عندوش وكيتكرسوا محنين في البرد وجيعانين ومشكلين خاصكم تبنيوا لهم شي مؤسسه مدارس اللي تقريوهم وتعاونوا معاهم والمدرسه اللي غتقريهم مدرسه عسكريه حتى لو تديهم التجريد كتسيبهم قرينهم مدرسه عسكريه وكتدي لهم تدريب
يعرفوا السلاح وكل شيء كيفاش يتيري وكل شيء. الله الوطن. تكلم تكلم علال تكلم. انت ها الكاميرا معاك باقا معاك. سيدي قاسم دراد ميسور. تحيه للناس سيدي قاسم. ناس بيضاوة. سيدي دراد بالشفا وخاسرة السيفا. انا دراد السيفا. يلاه بارك الله عليكم الله يطول عليكم شكرا تحيه للناس. سيدي دراد بارك الله عليكم يلاه شكرا. كونوا وجهل كونوا وجهل يلاه. فينهم الى العقل. يلاه. برسيدي بارك الله صاحبي قلب علينا صاحبي. صاحبي. يلاه شكرا شكرا. يلاه السلام عليكم. السلام عليكم.